جزاء ما يجري في الأرض المقدسة وفلسطين والعالم من حروب وعنف، أجرت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية نورسات الأردن وفلسطين مقابلة خاصة مع سيادة المطران كريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في المملكة حول الأوضاع الراهنة في المنطقة في ظل الحرب الأليمة والمستمرة في قطاع غزة وموقف الكنيسة إزاء هذه الحرب ودورها كذلك في مساعدة الناس المتألمين إضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى متعددة فإلى الحوار فدائما عندك هذا الحس لبناء الإنسان إن كان روحيا إن كان جسديا تنمويا دائما تسعى إنه مربوط ما بين الروحي والجسدي يعني القداس الإلهي هو المكان اللي بنتفاعل فيه مع محبة الله لإلنا أين موقف الكنيسة وأين موقف المسيحيين مما يجري في غزة؟ موقف الكنيسة دكتور هو ثابت على الأرض نعم. الكنيسة هي جزء لا يتجزأ من المواطن الفلسطيني والمثلية أنا برفضها من آخر 200 سنة اتعرضت استهدفت المسيحية أن تفتت أكثر هل جمع التبرعات وهيك هي هي دعوة الكنيسة لمشاركة أخيه في الألم؟ فقط رسالة من وجهها كيف نحن بدنا نفرح وأخونا بيموت أو بعد ما بيموتوا ما مستحيل كيف سنعيش أو كيف ستبدو لنا الحياة ما بعد غزة نحن نقف خلف القيادة الهاشمية جلالة الملك عشان هيك رسالة الكنيسة هي رسالة يقظة استعداد ورجاء